بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادة الحضور ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة من دواعي السرور أن ألتقيكم مرة ثانية. كنت البارحة مشاركا أمس ببحث يسير عن الإمام الباقر عليه السلام، وأنا سعيد جدا اليوم بلقائكم مرة ثانية، وأتمنى أن تتكرر هذه اللقاءات يوما بعد يوم، بل لحظة بلحظة، في رحاب الحبيب أبي الفضل العباس عليه السلام. لدي مقدمتان قبل البدء بهذا البحث اليسير. المقدمة الأولى أن هذه الوريقات قد اطلع عليها أحد الزملاء، فوجد فيها صعوبة في الفهم وبعض المطالب، وقرأت من ملاحظاته الطيبة، قال أن كلام الإمام أيسر من هذه الأوراق وهذه السطور. تأملت كثيرا في هذه العبارة، ولفت نظري هذا الباحث الكريم إلى كثير من الأشياء التي تتعلق بالإمام الكاظم عليه السلام وبنص الإمام عليه السلام وكيف يتحدث مع هشام بن الحكم. النقطة الأولى التي لفت نظري إليها هذا الباحث الكريم هو أنه جعل هناك مقايسة بين ما يؤلف أو ما يكتب أو ما يسطر على هذه النصوص الطيبة الكريمة ونفس النصوص التي تكون موقع الدراسة. لا شك أن الذي يكتب على النص ليس النص، النص شيء والذي يكتب عليه شيء آخر. هذا الذي يكتب على النص ليس بالضرورة يرقى إلى مستواه، إنما هي مقاربات يسيرة تتعلق بنواقلي أنا كباحث يسير أو بأي متلق آخر يتعلق بقراءة هذا النص. المقدمة الثانية يا أعزائي ليس من باب التواضع، وإنما أنا أقل شأنا من أن أكتب شيئا يسيرا على نص وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم. ابتداء هذه الوصية كانت في خطاب العقل، وقد سبقني الأستاذ الدكتور الشيخ عماد بهذا البحث يعني إلقاء، وقال أن العقل ورد في هذه الهشام ورد في هذه الوصية في 81 مرة. ربما أستدرك عليه فأقول لا ليس كذلك، وإنما وردت عبارة يا هشام في نص الوصية في 84 مرة. هذه النصوص كلها تبدأ بيا هشام، فقننتها وقلت في نفسي أن قوله يا هشام عبارة عن نصوص، فنص الوصية عبارة عن مجموعة من النصوص تتعلق بجامعة معرفية في هذه الوصية. ولا أريد أن أذكر ما ذكره لأني وقفت على كثير من الأشياء التي ذكرها في هذا البحث. البحث يقرب 80 صفحة، صفحات يسيرة وسطور يسيرة. أهم ما يذكر في هذه الوصية أن هذه الوصية ليست، وربما ذكرت هذا الأمر سابقا في خطاب الإمام الباقر عليه السلام، ولكنه ينعكس لأنه كلامهم نور. هذه الوصية التي تبدأ بالعقل، والعقل ورد فيها في 65 مرة، العقل مفردة العقل
سواء كان تناصا قرآنيا أم بغير التناص القرآني، 65 في 65 مرة. هذه الوصية قننت نفسها في أن تكون خطابا للإنسان، ولذلك اشترحت عنوانا يسيرا يتعلق بهذا المجال، يتعلق في هذا في هذه الوصية، وأن يا هشام حولته من يا هشام إلى يا أيها الإنسان. الإمام الكاظم عليه السلام عندما خاطب هشام هشاما في وقته، كان النص يرسل نفسه إلى أفق أبعد من هذه اللحظة الزمنية. وصلت إلينا هذه الوصية ووصايا أخرى لتراث أهل البيت عليهم السلام. هذه الوصية لا تحدد بزمنها الإلقائي، وإنما تكون مطلقة ومستمرة. يا هشام يعني يا أيها الإنسان، يعني يا أيها العاقل. ثم بعد ذلك أرسلت نفسي أبحث عن هذا الذي يكون يا أيها الإنسان، من الذي كان مقصودا بخطاب الإمام عليه السلام؟ هل هو الإنسان الذي يكون بمنزلة هشام، أم الذي لا يكون بمنزلة هشام فيكون الخطاب عاما بعد أن كان خاصا؟ وهل يمكن أن يكون المخاطب أو المتلقي لابد أن يرتقي منزلة خاصة تتعلق بمنزلة هشام حتى يفهم كلام هذا الإمام العظيم عليه السلام؟ قادني البحث أني أقول بعبارة يسيرة أن يا هشام يا أيها الإنسان لابد أن يكون متلقي هذه الوصية بمنزلة هشام حتى تفهم هذه الوصية. ربما تتلقى هذه الوصية من الناس، لكن هذه الوصية فيها عمل، من الذي يعمل هذا العمل إلا الخلص؟ ولذلك كانت هذه مطلقة في بابها، خاصة في توجيهها. هذا الذي انعكس على يا أيها الإنسان جعلته محط إشكالية تتعلق بالنص وبالخطاب. يا أساتذة الكرام، هناك إشكالية خاصة تتعلق بالمفارقة بين النص والخطاب. هل النص هو الخطاب أم الخطاب هو النص؟ وللباحثين دراسات كثيرة في هذا المجال. أيسر هذه أو أفضل هذه المميزات التي تتعلق بالخطاب وبالنص أن النص هو ذلك الذي يكون مكتوبا، الذي يقيد كتابة، وأن الخطاب هو ذلك الذي يرسل إرسالا ويكون عصيا على التقييد. الباحثون وضعوا معايير خاصة تتعلق بالنص ومعايير خاصة تتعلق بالخطاب، زادوا من معايير الخطاب، فصارت معايير الخطاب منفتحة ومعايير النص منعكسة عليه توثيقا وكتابة، فصارت هناك ميزة خاصة تتعلق بالشفاهية وتتعلق بالكتابة. خطاب الوصية لهشام بن الحكم خطاب يحتاج إلى قراءة، ويحتاج إلى قراءات كثيرة. الميزة الأخرى التي تتعلق في هذا النص هي ذلك التناص الذي جعل الإمام عليه السلام جعله محورا لخطابه. الوصية تبدأ بخطاب العقل قرآنيا، بعد ذلك توجه بهذا الخطاب. هل تعلمون يا أساتذة الكرام وأنتم أعلم مني أن هذا الخطاب، أن العقل أفضل الأشياء منحت للإنسان، هذه العبارة، عبارة الإمام الكاظم عليه السلام، هي نفسها العبارة التي رصدها ديكارت في كتابه مقال في المنهج. مقدمة هذا الكتاب تبدأ بخطاب العقل، وأسس نظرية الشك على أساس هذا الخطاب ديكارت، وهي موجودة في أول باب من أبواب هذه الوصية. تحول الخطاب من إحالاته الخارجية إلى إحالاته الداخلية، وهذا درسته في نظم الإحالة. تحول الخطاب من معاييره العامة إلى معاييره الخاصة، وهذا أمر يتعلق باتساق النص وانسجامه
ورصدته في النص. أما التناص كما قلت لكم سادتي الكرام أن التناص تناصا قرآنيا وأيضا في الحديث، يذكر جده صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر علي بن الحسين عليه السلام، وينقل منهم وينقل من داود عليه السلام، وينقل من السيد المسيح عليه السلام، وينقل أيضا من لقمان عليه السلام. هذه الوصايا التي نقلها الإمام سلام الله عليه عن لسان الأئمة وعن لسان الأنبياء لها بعد آخر يتعلق بهامشية الخطاب نفسه. ما هذا الهامش الذي يتعلق بهذه الوصية؟ ذلك الأثر الذي يجعله هذا الاسم، وما يتعلق بمستوعباته الخاصة التي تتعلق بثقافته. لقمان عليه السلام بثقافتنا هو الناصح، وهو المرشد لابنه، وهشام بن الحكم كان بمنزلة الابن للإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام، الإمام سجاد عليه السلام يذكر نصا، الإمام الكاظم عليه السلام يذكر نصا عن الإمام السجاد عليه السلام. والإمام السجاد عليه السلام عنوان التضحية وعنوان الفداء وعنوان الحزن وعنوان هذه العنوانات، ما شئت فضع عنوانا ينسجما للإمام السجاد عليه السلام. هذه انعكست أثرا في الخطاب على هشام. وهكذا الحديث طويل يا أساتذة الكرام، وأنا لا أحب الحديث كثيرا، أحب الاستماع أكثر. جزاكم الله خير الجزاء، البحث موجود لمن يريد أن يقرأ، فأنا يعني شاكرا لفضله، جزاكم الله خير الجزاء، شكري وخالص عرفاني. يعني فاتني أن أذكر، يعني أشكر هذه يعني هذه الجهود الطيبة التي تبذل من سادة العتبة العباسية المقدسة، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دكتور عماد أيضا طرح موضوع وصية الإمام، لكن أحب أن أنوه إلى قضية. طبعا الكلام عندما يكون مع مخاطب مو بالنتيجة المخاطب يتخصص الخطاب به دون غيره، وهذا في الأدب العربي معروف ومشهور من باب إياك يعني واسمعي يا جارة. فتحويل إلى يا هشام، من هشام إلى يا الناس، هذا الوضع طبيعي في الأساليب العربية، يعني المؤونة الزائدة في تحويل من يا هشام إلى يا الناس ليست هي مؤونة متعبة بالنسبة إلى الباحث، وإنما الأساليب البلاغية عادة في أمثال ذلك المراد هو هشام وغير هشام، لكن باعتبار الموجود أمام هشام، هشام هو المعني في ذلك. ولا عندنا عبارات حتى في القرآن الكريم، يا أيها النبي مثلا، يا أيها الرسول، لا تطع الكافرين، بالنتيجة غير مخصص هو بالخطاب، وقد لا يصدر منه إطاعة، لكن الأساليب العربية تقتضي أن يتعدى الخطاب من الخطاب الشخصي إلى الخطاب الآخر، وهذا أعتقد أنه أسلوب متعارف. تبقى عندي ملاحظة أنه بالنسبة إلى النص والخطاب بمقدار هذا البحث، أعتقد هذا الفارق قليل الجدوى، والوجه في ذلك أن البحث يتركز لا على الدلالة اللغوية فقط، وإنما أراد الباحث أن يعطي مضمون ما بينه الإمام عليه السلام إلى هشام. فأنا يعني أريد أن أتبين أن هل هي دراسة لغوية بحتة، بمعنى أنه نريد أن نؤسس إلى قضية لغوية نستفيد منها، أو هي دراسة تطبيقية في بعض القواعد العربية، أو لا هي من باب معرفة المضمون في ذلك؟ لأنه النقل بالمعنى من الأمور المتعارفة عندنا في الفقه، بمعنى أن الإمام عليه السلام عندما يتكلم مع راوي ويكون هذا الخطاب طويلا كما في هذا، قد لا يمكن للمستمع أن ينقل حرفية ما قال الإمام، وعندنا أيضا روايات نصوص تبيح للراوي أن ينقل بالمعنى إذا حافظ على المضمون، فبالنتيجة نص الإمام لم يحافظ عليه الراوي،
وهو غير مدلس بل من ورائه كان يسأل الإمام أن هل يحق لي أن أنقل المضمون باعتبار حافظة الراوي تختلف من راو إلى آخر، والراوي ليس متهيئ دائما لأن يكتب، يعني قد رأى الإمام عليه السلام في مكان ما مهيئ الراوي إلا أن يأتي بقراطيسه ويدون، أو الإمام عليه السلام لا يتمكن من أن يمهله فترة إلى أن يدون فيلقي الخطاب له شفاها. فالرواة كانوا يعانون من هذه المشكلة فيسأل الإمام عليه السلام. فإذا مدلول النص بما هو نص ليس مفروغ عنه أن الراوي لا بد أن يحافظ على النص، ولذلك النقل بالمعنى قد أوجد عندنا مشكلة طرحها العلماء في مسألة تعارض الأدلة. في بعض الحالات الراوي ينقل نص ما قال الإمام وراوي آخر ينقل مضمون ما قال الإمام، وبما أن الرواة يتفاوتون في الجانب العلمي والفقهي فقد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تعارض بين هذا الكلام.